السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عادل باجنيد، واليوم راح أسوي لكم أنبوكسينج لجهاز الإكس بوكس 1، النسخة الخاصة بلعبة كول أوف ديوتي أدفانسد وورفير، واللي حتى برضو قبل فترة بسيطة سوينا لها بثين مباشرين. كانت البث المباشر واحد مدته في حدود 3 ساعات، ونتمنى أنكم انبسطتوا معنا زي ما احنا انبسطنا معاكم. زي ما تشوفين بالشكل الأمامي في الجهاز أنه عليه أنه شعار لعبة كول أوف ديوتي أدفانسد وورفير، والرسم الفان ارت حقت اللعبه نفسها، ومو فان ارت، الرسم الرسمي حقها. من الجهه اليسار نلاقي فيه المحتويات اللي هو الجهاز طبعا، والكنترولر الخاص، ونسخه من كول اوف ديوتي ادفانسد وورفير مع داونلودبل كونتنت او اضافه، وسماعه راس خاصه، سماعه راس حقت السواليف عادي، كيبل اتش دي ام اي، امكانيه اتصال لاسلكي. واللي هنا الشيء الاساسي اللي يفرق عن النسخة العادية أو النسخة الثانية من جهاز الأكس بوكس، إنه هذا يجي بهارد ديسك مساحته 1 تيرا بايت، باقي الأجهزة الأكس بوكس زي ما أنتم عارفين تيجي ب500 جيجا بايت كحد أقصى، لكن هذا ميزته إنه يجي 1 تيرا بايت. فإذا كنت من الناس اللي تحمل ألعاب كثير حاجة كويسة. من الجهة الأمامية نشوف زي ما تشايفين شكل جهاز الأكس بوكس، أو جهة خلفية الحين متأكد معي ضيعت، فعلى زي ما تشايفين هذا شكل الخارجي مع الكنترولر حقه. وانه برضه هنا كاتب لك انه معاها لعبه كول اوف ديوتي ومن عارف ايش، وانه هنا اصدار محدود. هنا ما في شيء مهم، اللي هو بس نحصل شكل الجهاز برضه من الجهه الثانيه. بسم الله عشان نفتح الجهاز. زي ما انتم شايفين في البدايه تطلع لك الكنترولر الخاص باللعبه، والصراحه شكلها جدا جيد، مش بطال، وعليه اشعار سنتينل وكود ومن يعرف وشو، والله لون وهنا كانها مخدشه، فوالله شكلها طالع جيد صراحه، جدا جيد. زي ما تشوفون هذا كتيب التعليمات، وضعها لترغب في المزيد من المعدات من يعرف وشو، هذا برضو اللي عليه فيه كود اللي فيه دي ال سي باكس ومن يعرف وش السالفه. كتيب تعليمات الاكس بوكس، هذه الهيدفون او سماعه الراس الخاصه اللي جايه مع الجهاز، كيبل الكهرباء زي ما انتم شايفين، سلك اتش دي ام اي، بطاريات عشان الكنترولر. نحول الجهاز حق الاكس بوكس. بسم الله نفتح، ما شاء الله الجهاز، بدأنا نوصل للجهاز ان شاء الله. وبسم الله الجهاز، قربنا نطلعه، الجهاز جدا ثقيل ما شاء الله تبارك الله. فنأخذ هذه الاشياء شويه على جنب. هذا الشيء بسم الله، بدأ الجهاز يطلع من قدام، والله شكله جدا نظيف ما شاء الله تبارك الله. وبسم الله، هذا هو الجهاز الخاص بنسخة كول اوف ديوتي. من هنا مخش، ومو مخش يعني، هم مسوين النظام حقه كأنه مخش، مو انه مخش منقل ولا شيء. شعار كول اوف ديوتي سنتينل تاسك فورس جلوبال ديفنس. هذا شكل الجهاز من قدام، زي ما انتم شايفين في اللون الذهبي، لادنج زون اكسو لينك سينك سنتينل تاسك فورس. من هنا برضه زي ما انتم شايفين شعار كول اوف ديوتي ومثلثات ومن يعرف وشو. والله الجهاز شكله جدا جدا نظيف. من هنا زي ما انتم شايفين من ورا طبعا ما في شيء اساسي، لكن والله الجهاز شكله جدا رائع، وحتى والله الكنترولر، والله الجهاز مع الكنترولر شكله جدا نظيف، انا عجبني صراحه قيت عليه. المهم هذا هو الانبوكسنج حقنا لجهاز اكس بوكس 1 نسخه كول اوف ديوتي ادفانسد وورفير، ان شاء الله يكون عجبكم. اللي حاب اكد عليه انه ان شاء الله حنسوي سحب على جهازين ثانيين، لكن تفاصيل المسابقه بيكون في وقت ثاني ان شاء الله، يعني حنعلنه على القناه في وقت ثاني فتابعونا. كان معاكم اخوكم عادل بجنيد، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.